الخير، انا الدكتور شهاب الاتريبي، مدرس القلب في جامعه عين شمس. الكايرو بي سي ار ده النسخه المصريه من اليورو بي سي ار، اللي هو اكبر مؤتمر للقسطره في العالم، في اوروبا والعالم. وده بيبقى عباره عن لايف ترانسميشن كيسز، حالات يعني لايف، وفي نفس الوقت ديسكشن للحالات دي، ايه الحاجات اللي هنعملها للحاله دي، وايه البلان للحاله دي من الاول، وبعد كده بيورونا هم هيعملوا ايه، وايه النتيجه اللي وصلوا لها. وميزه بقى المؤتمر ده ان هو زي سيمينار، السيمينار ده اللي هو بنناقش فيه الحاله قبل ما تتعرض، وبعد كده لما الحاله تتعرض نشوف هو عملها صح ولا لا، ايه اللي كان ممكن يتعمل احسن. والمناقشه بتبقى مع الناس بطريقه ظريفه، وفي صوره اسئله، والناس تانتراكت معاك، فبالتالي ده بيزود ان الناس تحب تحضر، لانها تحب تقول رايها وتحب تشوف رايها ده صح ولا لا، وهل ممكن يتعمل فعلا كده ولا لا، غير المؤتمر العادي اللي هو واحد ممكن يخاف يطلع يسال سؤال، يبقى حاسس ان هو سؤال مثلا يعني غبي او حاجه ويخاف ان هو يطلع. لكن في السيمينارز دي بيبقى الدسكشن فيها يعني مور فريندلي، ويشجع الناس ان هي تحضر المؤتمر وتتناقش بصوره يعني ظريفه.